من سوق العمل لليوم صباح الخير. أكثر من فرصة رح أذكرها. الفرصة الأولى لأدمن أسيستنت طبية للقيام بأعمال إدارية وطبية داخل عيادة أسنان والراتب جيد. لأرسال السي في الإيميل dr.basharrida@gmail.com. منروح لمزرعة يشوع حيث بتواجد شركة طالبة موظف لبناني بقسم المشتريات مع خبرة سنة على الأقل، الدوام من 8 للخمسة والسبت للوحدة. الأفضلية لسكان المنطقة، أما الراتب فبالدولار واللبناني. للتواصل 78-868-769. فرصة جديدة بالنبطية لمدرسة لغة عربية وساينس بدوام 4 ساعات. تفاصيل أكثر على 70-524-050. أما بدبي مطلوب أكاونتنت وشاب للعمل بالأوتدور سيلز بمنطقة الجنوب والبقاع، الأفضل مع خبرة بالإطارات والبطاريات. إذا مهتمين بعتوا السي في على eli.g.yusuf@gmail.com. وبصيدا مطلوب لمطعم موظفين بكل المجالات داخل المطعم، إذا مهتمين بهالفرص بعتوا السي في على deploya.lb@gmail.com. ننتقل لفرصة عمل جديدة بفيردان للريسبشنست للعمل بصالون. رقم التليفون للتواصل 03-015-532 أو 76-994-558. منروح لمحل مجوهرات طالب موظفين سيلز داخل المحل بفرع الزلقة والدورة مع خبرة سابقة. بتقدروا تتواصلوا عبر واتساب على 03-445-443. أما بصور مطلوب صبية للعمل بمطبعة بقسم التوضيب، للاتصال 03-042-194. بالأخير بدي أذكركم بالإيميل الخاص ببرنامجنا يلي هو sabahalyoum@aljadeed.tv. بتقدروا ترسلونا إذا عندكم فرصة عمل حابين أذكرها ومن دون مقابل. هيدا كان كل شيء من سوق العمل لليوم، وعودة إلكم.